معنا من بغداد الخبير في الشؤون الاستراتيجيه معن الجبوري، مرحبا بك سيد معن على سكاي نيوز عربيه. منذ قليل تم التعرض لسفينتين بالبحر الاحمر اليوم وذلك عقب اعلان وزير الدفاع الامريكي تشكيل قوه مشتركه جديده للتصدي للحوثيين، كيف تقرا هذين الهجومين بعد الاعلان الامريكي؟ طاب يومك سيدتي والسادة المشاهدين أهلا. واضح أن إيران تحديدا ستقوم برفع وتيرة المشاكسات سواء ضد أمريكا أو ضد المنطقة بأسرها لأن هذه العمليات التي تقوم بها الميليشيات التابعه لإيران أتت أكلها بالنسبه للحكومه الإيرانيه صراحه استطاعت أن تحقق مكاسب ماديه كثيره خصوصا بعد أن دخلت أمريكا طرف أساسي في الحرب الروسيه الأوكرانيه وكانت أمريكا تحاول أن تُرحل المشهد الإيراني وتهدئ المشاكسات مع الجانب الإيراني على الأقل إلى نهاية الحرب الروسية الأوكرانية إيران تستعمل أدواتها وميليشياتها سواء في العراق سوريا والآن اليمن هذه الوتيرة التصاعدية حقيقة لا بد من أن تجابه بموقف عسكري قوي الجانب الأمريكي تأخر كثيرا أولا من حيث اعتبار الحوثيين منظمات إرهابية من حيث انسحاب أمريكا والتحالف الدولي من الحرب التي كانت دائرة في الداخل اليماني وأعطت مجال أوسع إلى الحوثيين في أن يفرضوا واقع جديد الآن لا بد من أن تكون هذه الدول تحديداً أمريكا وأوروبا لأنهم المتضررين الأول بالإضافة إلى دول المنطقة بالمناسبة جميع دول حوض البحر الأحمر تم خنقها من خلال مضيق باب المندب وهذه الدول في المنطقه كانت دقه نقص الخطر يعني مرارا وتكرارا فيما يتعلق بهذا النشاط الحوثي المهدد لحركه السفن ولكن الولايات المتحده الامريكيه لم تحرك ساكنا اليوم كيف تقرا هذا التوقيت الذي يراه كثيرون انه يصب في مصلحه اسرائيل بدايه التي تتعرض لخسائر نتيجه هذه العرقله في البحر الاحمر تماماً ما تفضلت به الاستنتاج من الشطر الثاني من السؤال ان اولا اسرائيل اصبحت متضرر الأكبر، ثانياً أوروبا الغربية سيدتي، نحن نعلم أن مضيق باب المندب ومن ثم البحر الأحمر وقناة السويس لأن هو هذا الخط الملاحي الدولي يذهب إلى البحر المتوسط وأوروبا بالإضافة إلى إسرائيل طبعاً، أوروبا جميعها هي المستفيد الأساسي لذلك أصبح لزاماً هذه الدول حملت أمريكا مسؤولية كبيرة يعني بالنسبة لإسرائيل وحتى دول المنطقة وأوروبا الغربية تحديدا الدول التي انضوت بالتحالف الذي أعلن عنه وذكرنا وإن كان متأخرا ولكن على الأقل يجب أن يكون ولكن سريعا ولكن يؤدي ذلك هذا الأمر إلى عسكرة إضافية أمر أمر ربما سيد معان في, في المنطقة وبالتالي يمكن أن يعود بتداعيات سلبية اليوم إذا ما كان هناك رد على هذه الهجمات الحوثية ورد مضاد وبالتالي توسع رقعة هذا الحرب لا بد من اتخاذ هذه الاجراءات هذه اجراءات وقائيه يعني ما تقوم بها الدول هذه الدول في التحالف وامريكا وحتى دول المنطقه هي تعتبر من حيث تامين السلم للملاحه الدوليه للاقتصاد لامن المنطقه وسلامتها اذا ما تركت هذه المنظمات الارهابيه وتحديدا الحوثيين محور حديثنا سوف تتوسع في عملياتها نحن نعلم ان كثير من عمليات الحوثيه كانت ضد دول الخليج يعني حتى في المملكه العربيه العربية السعوديه في نعم، دوله الامارات ولكن يعني حينها لم تتحرك الولايات المتحده الامريكيه عندما كانت هذه الهجمات موجوده اختارت التحرك اليوم وبالتالي هناك اليوم نقطه استفهام البعض يقول أن الولايات المتحده الامريكيه تسعى الى توسيع نفوذها وتتخذ هذه الهجمات الحوثيه ذريعه وراء ذلك وكان باستطاعتها ربما توجيه ضربات موجهه او ربما كانت لتحركت في وقت سابق اذا كان هذا الهدف من ورائها وضمان الاستقرار. ما رايك بذلك؟ مما لا شك فيه ان امريكا تتصرف وفق مصالحها، هذه حقيقه، وامريكا تمتلك من القواعد العسكريه سيدتي في المنطقه اكبر بقعه في العالم تمتلك بها قواعد استراتيجيه امريكا هي منطقه الشرق الاوسط ودولنا تحديدا وحتى الان تحرك القطاعات العسكريه في البحر الاحمر من ناحيه وفي البحر المتوسط خصوصا بعد ما حدث من حرب داخل غزه وتداعياتها أصبحت المنطقة بمجملها نعم تحت سيطرة عسكرية واضحة ولكن هنا أمريكا تحملت مسؤولية كبيرة هنا مورس ضغط عليها أولا من إسرائيل ثانيا حتى من دول المنطقة الدول العربية المتضررة ومن أوروبا الغربية كما ذكرت الدول التي تعتبر هي الأقرب لحلف و... لحلف الناتو وتعتبر علاقات استراتيجية مع أمريكا نعم. انطلقت من هذا الجانب لغرض أولا زيادة نفوذها نعم كما تفضلتي وثانيا لغرض إعطاء رسالة إلى هذه الدول بأن أمريكا لن تتخلى ولكن تبقى العملية حقيقة تابعة لأيضا السياقات الإيرانية التي ستتخذها لأن كما ذكرت إيران بعد حتى بعد معركة غزة وحماس زادت وتيرة ضرباتها التي كانت متوقفة على سبيل المثال في العراق وسوريا إذا هنا واضح أن البعد الاستراتيجي لهذه الميليشيات هو الأديولوجيا الإيرانية التي تتحقق التي تحقق نتائج إيجابية من خلالها تحقيق مكاسب يعني ايران الان تطمح الى ان ترفع ترفع العقوبات عنها نسبيا وان تقدم لها المليارات لغرض تمارس ضغطها على هذه الفصائل كما هو الحال في على سبيل المثال في حزب الله في لبنان يعني هناك ضغط كبير وهناك يعني السيد مع ما تتحدث عنه من أهداف إيرانية اليوم وراء هذا السلوك حتى سلوك الحوثيين ما هي أفاق نجاح مثل هذه القوة وتحقيقها هدف الردع المرجو على الأرض نعم، لابد ان تكون هناك قوة الردع الاستراتيجي، هذه مهمة جدا، وان تكون دول المنطقة فاعلة حقيقة، لان ايران استباحت يعني امن المنطقة وامن الدول وكثير من حتى السلم المجتمعي كما ذكرنا، تهدد من خلال هذه الميليشيات وما تفرضه على الواقع، اذا يجب ان يكون هناك قوة ردع، اولا امريكا كما ذكرت تتحمل مسؤولية لأن مصالحها ومصالح إسرائيل هنا تلتقي مع مصالح دول المنطقة ثانيا على الاقل رساله الى ايران للسيطره عليها لان يعني ايران است... هذه استعملت هذا الاسلوب بنجاح يعني باتت تحقق نجاحات من خلال المفاوضات مع ايران اصبحت اكثر مجامله واكثر غزلا فيها المبالغ التي تقدم الى ايران واخرها كانت حوالي 10 طيب مليارات يعني من الولايات المتحده في الامريكيه وفي كوريا. تسعى الى حل المشاكل سيد كل مشكلة على حدة يعني هناك مشكلة في البحر الأحمر تحاول حل هذا المشكلة في البحر الأحمر لماذا ليس هناك من ربما رؤية شاملة اليوم لحل المشاكل من جذورها اليوم وليس التعاطي مع كل واحدة منها على حدة سيدتي لأن هناك أكثر من لاعب في المنطقة أولا نعلم أن تركيا وإيران وحتى روسيا لديها وجود قوي. الصين لديها وجود اقتصادي وليس عسكري في المنطقة. أمريكا تحاول أن تمسك بخيوط اللعبة دائماً. يعني هذه الإشكاليات لا يمكن حلها في ليلة وضحاها. حتى أمريكا لا ترغب بحلها بالشكل. وإلا كان على سبيل المثال ممكن أن تدخل في قضية فلسطين وحل الإشكالية التي قائمة منذ عشرات السنين. موضوع الحوثيين أمريكا تخلت عنه. يعني في بداية الحرب التي دارت في الداخل. الداخل اليمني الحرب الاهليه كانت هناك قوات أمريكية تقاتل من أجل السيطرة على الأقل تحجيم دور الحوثيين لكن في زمن ترامب كما نعلم انسحبت القوات الأمريكية وسحبت كثير من دفاعاتها وتخلت عن المساندة إلى الشعب اليماني ودول المنطقة وهذا أيضا سبب حرجا في الدبلوماسية ما بين أمريكا وما بين دول المنطقة التي تعتبر حليف استراتيجي للدول هذه كون مصالح أمريكا تنصب هنا. <applause> الآن إذا أن وصل الحال كما ذكرنا إلى ضرر على إسرائيل وضرر على أوروبا نفسها والملاحة الدولية. أمريكا أصبحت أمام أمر واقع تحاول أن تحافظ على ماء وجهها لأن هناك اتهامات كثيرة لبايدن بصراحة بأنه غير جاد وبأنه لديه إخفاقات كبيرة نعم. وهم على أبواب انتخابات لا بد من أن يتخذ موقف يشفع للحزب الديمقراطي انتكاسته شكرا جزيلا لك من بغداد الخبير في الشؤون الاستراتيجية مع الجبوري